بعد الاول واش نصاب باش تكلم مع الجوج قبل الثانيه تقلبت ما شي واحد بنت الوقت اللي خرجنا بحال كذا نشوفو تلقى بلو العافيه طارت الفوق طلعت السماء بعد النص ديال البوطه ديال الاخرى تلاحظت عند واحد الناس كانوا جالسين حدا القهوه والثانيه هبطت لجيت تسال الحريشي من بعد ديك الساعه بقات العافيه شدت العافيه ما بقاش يخليو الناس يوصلوا لهذيك الباص. واقف سمعناكش في الدار سمعت الزديح الاول قلت يلاه جيت من لونطريمون هو السيد كان معايا دخلت من لونطريمون تندوز شي تنشوف طلعت الفوق عايش جالس تنتفرجوا ويشبك العافيه صافي مع ديك الطرديه قبل نمشي الطردق صافي بدينا هارب كل شيء هارب تنطلع في السماء تبان لي هاد اللعيبه هادي تبان لي صغيره الطردقه تخسر ديك اللعيبه تنشوف الفوق هاد اللعيبه هادي الصغيره تبان لي طايره في السماء صافي فاش درت تميت بقاو شي ضربوا فيا طاش على ركابيه وانت شوف هاد الزرحه هادي صافي هادشي اللي وقع تلقيت راسي في السبيطار الغابي هاد الوزين هذا ما ضر علينا من شحال هادي كنديروا الشكايه من شحال هادي وكنطلبوهم مشينا للقياده مشينا بغينا نديروا مسيره ثلاثه طلق علينا الغبره في السمع 6 الصباح ما تنعسيش كيبقى يطحن دابا كمل هذا ربوطات كبار قدهم قداش مني شكينا ودرنا الشكايات قال لهم سير قول لهم انا هما اللي صابوني هما خصهم يحيدوا من حدايا بقينا جالسين ساكتين اليوم حنا مجبدنا مع الغدا تا كنسمعوا بوم تهزت بينا الدار خرجنا كنتسابقوا العافيه تبقت بقينا هربانين كيعيطوا على البوليس تجاو البوليس ثاني طردقت جات لا جاو البوليس في الاخر ثاني عاوتاني طردقت في الاخر طردقت كون ما هربناش كون مات كلشي كلشي راه مدقدق سراجم مدقدقين وباقى الان كيقلبوا على بوطه لداخل هما دابا تيقول لكم ما تدخلوش عندنا عندهم بوطه حنا دابا ماشي في الامان حنا مع هاد الوزين من شحال هادي ماشي بالامان ما ضر علينا هادي عامين حنا دايرين الشكايات ما مسوقش لينا ما عارف لا اللي مريض بالحساسيه ما تقدريش تشوفي الضبابه هنا ما تقدريش دوزي مني كيبدا مع 6 الصباح حتى 6 العشيه عاد كيحبس مني كنهضروا كيجي المقدم تيقول لنا راه قال لك انتم اللي لقيتو خرجت سيرفيس تيجان هاد سيرفيس تيجان هاد سيرفيس تيجان علاش ما قلبتش هادوك البوطات واش فيهم شي ما ضر ولا ما فيهمش جات خدات الفلوس ومشات بحالها يعني خلات المواطن يموت ها حنا متنا اليوم حنا اليوم متنا مع هاد الوزين حنا ما كاين لا سلامه لا والو راكم ما هربناش حنا ولادنا وباقا هاربين كنت شوطنا والدار دخلوا تشوفوا المضره اللي فيها ماتوا الضحايا عنده لداخل والناس هاربين من عنده الوزين راه شحال واحد اللي ماتت عنده لداخل ما كاين حتى شي حق حنا تنطالبوا بسيدنا ويشوف محلنا حنا مرضنا بالحساسيه وتيدير لنا ددد في الصباح ما تنعسوش حنا تنطالبوا بسيدنا اما حنا الشكايه درنا 100 شكايه واش خرجت عندهم اللجنه هذاك الشيء تتمص تخرج اللجنه حنا من جوات البوطات قلنا راه هادشي عاد تحرق والو تمشوا للدائره تمشوا للعامل ما قال لنا حتى بلاصه والو حنا تنطالبوا بسيدنا وياخذنا حقنا ما راه حنا عشا الملك هذا الوزين هذا حنا هادي عام وحنا تنديروا به الشكايات وكل مره تيقولنا القايد ديال هنايا تيقولنا راه واحد اللجنه غتجي ديال البيئه راه غتشوف شنو كاين الا كان داكشي داركم راه غادي يديروا معاه شي حاجه من تجي ديك اللجنه تيقول لنا راه هذاك الشيء ما غيضركمش كان اول حاجه كيطلق واحد الغبره كيطحن بها لافابوات كيطلق لا ميديتيك على الناس مرض بالحساسيه كلشي مريض بالحساسيه ورغم ذلك جينا واحد المره ومشينا عاوتاني عند القايد قالنا انا تبدلت ولا قايد جديد هو اللي غيتكلف لكم بهذا الشيء وهذا الشيء شي تيلوحوا لشي هما فيما تيمشيو اللوزين بحال اللي فهمتي بغاو عاد تيسكتونا جيبوا شكايه حطوها لينا غندفعوها للعماله حكا تنشوفوا العماله اش غدير هادي عام العماله شنو غدير حتى دابا طردقوا هادو دابا ماشي ديك القضيه الحساسيه دابا راه ولاو الانفجارات الله يستر ولاو الديور غيريبوا عباد الله غيتحرقوا قبيله راه كانت هنايا بحر ديال العافيه في الزنقه القهاوي دخلت عليهم العافيه حتى القهوه الناس راه مطردق لهم شراجمهم مطرق لهم بيبانهم وخايفين اصلا دابا ما قادر حتى واحد يبات في دارو واش دا واحد عنده بوطه غاز يقدر يبات في دارو ما يقدرش يبات في دارو ولكن مول الوزين يقدر يبات في دارو مرتاحان لان ما كايناش الناس مسؤوله اللي غادي تكلف بهذا الشيء وتوقف على هذا الشيء ديما تيكون اول ضحيه هو المواطن
الضحيه الاول هو المواطن. هذا لا يعقل. احنا كنطلبوا من الناس المسؤولين يحضروا في هذه اللحظه هذه، ماشي حتى كتكون انتخابات عاد كيتموا جايين ويركبوا على سيارات فخمه ويعطيونا الدجاج محمر ويعطيونا هذا البرقوق واللحم. احنا ما بغيناش هذا الشيء، احنا بغينا الوضع يتحسن. راه وقعت فيها ناس، راه كارثه عظمى، راه تصوروا اون سيتيرن مشات حتى الحريشي، وهذه كون جات فوق مجمع سكني ولا طاحت على الديور ولا، راه كانت غتكون فيها الموتى والمفقودين. هذا الشيء هذا ما بغيناهش يبقى يتكرر. احنا ما شفناش ناس مسؤولين. فينا هو رئيس المجلس البلدي؟ فينا هو والي جهه الرباط سلا القنيطره؟ فينا هما الناس؟ فينا هو السيد العامل؟ ما كاين حتى شي واحد، ما شفنا حتى شي واحد. احنا في هذا الوضع هذا اللي بغينا نشوفوا. احنا دائما كنستنجدوا بسيدنا، سيدنا راه حطهم باش يخدموا المصلحه العامه، ماشي باش يفسدوا مدينه القنيطره. مدينه القنيطره مهمشه بما فيها، ها هي لا زون اندستريال، راه ما خصهاش تكون الساكنه حداها. اون زون اندستريال راه خاصها تكون في واحد البلاصه اللي راه هي بعيده على الساكنه وبعيده على الناس، لان راه كاين التلوث. الناس مرضوا بالضيقه والناس مرضت بالحساسيه وبالقلب باش بسبب التلوث ديال الوزينات، والناس راهم ديبوزاو شكايات في الجهات المسؤوله، ولا ما كاينش اذان صاغيه وما كاينش اجوبه، راه عندهم ديزاكيزي على هاد الشركات هادو. حنا كنطلبوا اليوم، حنا كنستنجدوا، انا مره اخرى كنستنجد بسيدنا، لانه هو الوحيد اللي كنثيقوا فيه، هو اللي كياخذ بيد الدرويش وكياخذ بيد الناس اليوم هذا يدير لنا حل لفك لغز هذه الجريمه اللي وقعت لنا اليوم. هذه الكارثه انا ما كنعتبرهاش طبيعيه، ولكن هذه كارثه ديال الناس المسؤولين. وحتى البومبيات دخلوا روطار، ما تدخلوش في نفس الوقت حتى لاخر المطاف. مات اللي مات وعاش اللي عاش، يعني ما كاينش تسيير، كل شيء نائم، كل شيء ناعس. اللي عطاتو شي مهمه ما كيأديهاش على صواب، وهذه راه امانه في عاتق كل واحد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.